يعني هذا البيت اللي بقيت يقعدوا فيه هذا اللي ويتسلوا. بقوا زمان يقعدوا فيه ويتسلوا فيه، وكان هذا على شكل محراب ها موجود هون تحت الأرض. هسا ها لما طمينا الأرض ها حافظنا على منظره، بنقدر أي وقت إنا نبنيه ونقيمه ويرجع لمنظره الطبيعي مع بهل العمدان تاعته. بهلش هذا هذا هسه عليه. بهلش، هذا مركز على عمدان من هون بالأرض وعلى ها عمدان هون بالأرض. هاي ركبة، شايف هاي ركبة هون، حجر كبير كبير. شبه هذول هذول الطاقات، ركبة الحجر الكبير، وهذول الجوان، هذول بكوا زمان الجوال يستعملوا يحطوا والكفف زيت. هذول. بكوا يحطوا زيت وهذا فيهم اللي ويركبوا. بلقطوا فيها الصبر بعدهم لغاية الآن. أيوة هذه كزاعة الصبر. هذا البيت قلت لي أبو حجاج لخالك يعني. هذا كان فخوره، كان يشتري فيها حياة خالي الله يرحمه، كنت يفخرها انا زي ابو محمد بالضبط. ما قعدش 100 سنة تعمل زعبوبه. طيب في شغلات احنا محافظين عليها من زمن خاله من التراث، هذا الحجر تبع الاطفال الصغار، هذا المهل، المهل اللي بكوا يحطوا فيه الاولاد الصغار. هذا اللي كان برضه نفس الشيء، هذا اللي كان نحاس، هذا بقي يعجنوا فيه لقى نحاس. في عندك الطنجره، هاي كان هذا البابور، البليموس او البابور. بكى مسعد هاي اللي عنده بابور، بكوا في الطنجره هاي يطبخوا للعيله. هذا الكدر هاي حياه ستي وتوفى، هذه يعملوا الصواني ابو صواني الكش يعملوهن من الترابيج والكبع صواني الكش بكوا يعملوه. هاي انا محافظ عليها اليوم، هاي ستي كانت تحملها على راسها. هذا يروح على المدينه يشتروا اغراض يجيبوا فيها لما عروس تكون، في عروس يروحوا ياخذوا المناسبه. هذا الكبع يحطوا فيها الملبس ولا يعني ما شاء الله طلعتنا البلد. وهي السيب اللي بقي يحطوا فيها على الكش وعلى الدواب يحملوا هذول، هاي متحف اثري عم. يعني ما شاء الله الشغلات الاثريه تاعت سيدي موجودات محافظين عليهن لتاريخ. على كل حال يعني احنا هذا تراثنا الفلسطيني، وهذه الشغلات اللي تربت عليه اللي بكين جداتنا اليوم، لا بلاستيك ولا شو اسمه، والجون اللي يعجنوا فيهن، والطناجر اللي يطبخوا فيهن الكدر يودوه عند مبيض النحاس يبيض النحاس ويطبخوا فيه للعيله. على كل حال لساتنا في قريه جباع، هذه القريه العادات الفلسطينيه وتراثنا الاصيل. وابو عجاج رئيس البلديه، وين راح تاخذنا قمه حروف وطن